والسويلح. قصد النهوض بقطاع الشباب والرياضة بالعاصمة مشاريع ضخمة استفاد منها القطاع في الآونة الأخيرة، على غرار المركب الرياضي ببراقي على مساحة 65 هكتار، وكذا ملعب الدويرة الذي سيتسع لأربعين ألف متفرجا، بالإضافة إلى قاعة متعددة الرياضات بشراقة. مشاريع من شأنها أن تسمح باحتضان الجزائر للمحافل الرياضية الدولية. أقل من 43% تاع المشاريع تاع 2000-2013 انطلقت، أقل من لابد في 2014 كل المشاريع تنطلق. هذه الزيارة سمحت لنا باش نشوف العديد من الأشياء، ولكن نقول أشياء ناقصة. على 10 أيام إن شاء الله تكون تنطلق بطولة إفريقيا لكرة اليد، كل القاعات اللي تحتضن في هذه البطولة مجهزة بأحسن تجهيز. كاين منافسة أخرى في 2014، وبرمجنا إن شاء الله إلى الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، أعطتنا الموافقة إن شاء الله باش كل المشاريع تكون في الموعد باش ننظم بطولة إفريقيا للأمم في 2019 إن شاء الله. وفي إطار البرنامج الوطني الذي يحث على إعادة تهيئة كل الملاعب الجوارية، استفادت أغلبها من أرضيات العشب الاصطناعي، وهي المحطات التي توقف عندها وزير الشباب والرياضة.